السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم حنكمل المايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا. كان اتكلمنا في المحاضرة الفاتت عن الأيون ديفيشنسي أنيميا. طيب حيكون كده من المايكروسيتيك فضلنا الثلاسيميا والأنيميا أوف كرونيك ديزيز، إن شاء الله حنقولهم بكل اختصار، وبعديها حنشوف الماكروسيتيك أنيميا. طيب نجي للديفينيشن اوف الثلاسيميا، تعريف الثلاسيميا. طيب الثلاسيميا هي اصلا syndromes are inherited disorder caused by reduction in the rate of synthesis of alpha or beta hemoglobin chains. يعني بيحصل ليا ديفكت في التصنيع او في المعدلات بتاعه الالفا تشين او البيتا تشين. طبعا اذا حصل لي ديفكت في الالفا تشين هنا بتسمى بالالفا ثلاسيميا، لانه عندي تو تايبس اوف الثلاسيميا، يا اما الفا ثلاسيميا هنا بيكون في ديفكت في الالفا تشينز، او بيتا ثلاسيميا هنا الديفكت كلية في منه في البيتا تشينز. طيب زي ما شايفين هنا انه الديفينيشن للالفا ثلاسيميا ار كوزد باي ديفكتيف سينثيسيس اوف الفا تشينز، والبيتا ثلاسيميا كوزد باي ديفكتيف سينثيسيس اوف بيتا تشينز. طيب نشوف الآلية اللي بتحصل بيها الألفا ثلاسيميا. الشخص الطبيعي إنه بيكون عنده فور تشينز من الألفا، تمام، for production of alpha chain globin. إذا حصل لي deletion ل one or more genes معناه هنا حيأدي لشنو؟ حيأدي لي لألفا ثلاسيميا. طيب بمعنى إنه أنا هنا عندي إنه المفترض نورمال إنه أي شخص يكون عنده four alpha chains، تمام؟ طيب إذا حصل deletion لواحدة من هذه الجين، نفترض انه حصل ديليشن لي 1 وفضلوا لي 3، هنا حتكون في ديفكت او حتحصل لي الفا ثلاثمية، ولكن بتكون مينور، او بتكون تريت، يعني بتكون لا تكاد انها تذكر، او حتى بتكون اسمتوماتيك. الاعراض ممكن تكون غير ظاهرة خلاص، يعني بتكون السيفيريتي بتاعتها بسيطة شوية. طيب او ممكن يحصل لي كمان شنو ديليشن للتو الفا تشين، اللي هو حتفضل لي هنا شنو، هنا تو الفا تشين، يعني تكون لي كده انه في ديليشن للتو الفا تشين خلاص، كمان هنا بتعتبر انها هي شنو، انها هي تريد. او الخيار الثالث انه يحصل لي ديليشن للثري الفا تشين، يعني تكون فقط في الفا تشين واحدة هي اللي بتأدي لي الوظيفة خلاص. طيب او يحصل لي ديليشن لشنو، للفور الفا تشين، يعني يكون ما في اساسا الفا تشين، تكون موجوده فقط بيتا تشين. طبعا اي واحده اذا كان حصل ديليشن للثري الفا او للفور الفا تشين، اي واحده عندها يعني او بيسبب لي ديزيز معين. طيب اذا حصل ديليشن للثري الفا تشينز بيسمى بهيموغلوبين اتش، يعني هنا الديزيز او السندروم بيسمى بهيموغلوبين اتش خلاص، يعني هيموغلوبين اتش ديزيز which is usually caused by the genotype اللي هو بيكون في deletion زي ما قلنا، او بيكون في defect ل 3 alpha chains اللي هي double heterozygous خلاص. طيب يعني الثلاثة من الفور جينز بيكونوا ليا inactive، ما بيؤدوا ليا الوظيفة بتاعتهم او الفانكشن بتاعتهم بصورة طبيعية. اذا حصل deletion للفور alpha chains بتسمى بالفيتال هيموغلوبين بارتس هيدروب سيندروم او ديزيز خلاص، يعني هنا اساسا ما في تشين بتاعت الفا، تسمى بالثلاسيميا ميجر، يعني هنا دي بتكون خلاص بقت لي مور سيفير، in which there is a homozygous inheritance of alpha threat thalassemia genotype، بيكون في deletion زي ما قلنا للفور الفا chain from parents with the alpha thalassemia threat. There is a deletion for alpha genes. هنا بتكون بقت severe. خلاص عشان كده بتسمى بالفيتال هيموغلوبين بارتس هيدروبس، يعني بتكون يعني قاتلة. لأنه إنه شخص خلاص هو ما عنده alpha chain، كل اللي بيكون موجود هي البيتا جلوبين. صح؟ معناه كده حيكون في defect أو حيكون في
الكمية الكونسنتريشن بتاع الهيموجلوبين بيكون له شديد، لأنه ما حيكون في تصنيع كافي للهيموجلوبين. طيب بالنسبة للبيتا ثلاسيميا، النورمال إنه مفترض أي شخص يكون عنده two genes بيتا بيتا for production of beta globin genes. اللي بيحصل يا إما يحصل لي deletion ل one beta chain، هنا بتكون بيتا ثلاسيميا، بتكون هي تريت يعني حاجة بسيطة خلاص، أو السيفير بتاعتها خفيفة شوية، أو يحصل لي deletion لل two beta globin، هنا بتسمى بالبيتا ثلاسيميا مجر، يعني نفس اللي حصل لي في الألفا ثلاسيميا. طيب بالنسبة للابراتوري انفستيجيشنز، يعني لكل الثلاسيميا إذا كانت ألفا أو إذا كانت بيتا، إحنا أساسا قلنا الثلاسيميا هي مايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا، يعني الـ RBCs بتكون لي صغيرة وبتكون من جوا ما فيها أي، يعني الكروميك بيكون لي بسيط، يعني بيكون الكمية، يعني ده دلالة على إنه التركيز بتاع الهيموجلوبين بسيط جدا. خلاص red cell appear microcytic and hypochromic، بالإضافة لل MCV طبعا وال MCH دي في ال complete blood count parameters بتظهر لي إنها هي low، يعني زي ال ion deficiency anemia. ال mean cell volume وال mean cell hemoglobin بيكونوا لي low. طيب بالإضافة لأنه في الثلاسيميا بنلقى فيه نيوكلياتيد ار بي سي، طبعا النيوكلياتيد ار بي سي دي أساسا ما مفترض إنها تظهر لي في البريفرال بلوت، لأنها هي أصلا إماتيور. تمام، دي كده هنكون خلصنا الثلاسيميا بكل اختصار بأنواع الاثنين الألفا والبيتا. طيب نشوف آخر نوع عندنا من المايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا، اللي هي الأنيميا أوف كرونيك ديزيز. طيب هي من اسمها أنيميا أوف كرونيك ديزيز، يعني أنيميا ناتجة نتيجة لمرض مزمن خلاص، يعني الأندرلاين كوز السبب لي الأنيميا هو كرونيك. طيب this is the most common type of anemia، من أكثر أنواع الأنيميا شيوعا، اللي هو اللي بنشوفه أو بنلاحظها في الهوسبيتال in patients and the elderly، يعني الناس اللي بيكونوا كبار شوية في العمر. طيب it's associated with the chronic conditions، لأنه أساسا هي نتيجة لكرونيك ديزيز، يعني يا إما مثلا underlying cause يكون لي infection خلاص، اي نوع من انواع الانفكشنز تكون ادت لي للانيميا، او ناس الديابيتس مرضى السكر، او الاوبيزيتي الناس اللي بيعانوا من الوزن الزايد، او النيوبلاس اند ديسوردر اوف ذا اميون سيستم، كمان الناس اللي بتكون عندهم مشاكل بتاعه اميونيتي، دي كلها اندرلاين كوز ممكن بمرور الوقت تسبب لي انيميا. طيب الانيميا اوف كرونيك ديزيز هي مايكروسيتيك هايب كرونيك انيميا، ولكن ممكن في بعض الاحيان تكون لي نورموسيتيك اند نورمو كرونيك، يعني الار بي سي سايز بتاعي يكون لي نورمال، وكمان الكميه بتاعه الكرونيك اللي جواها تكون لي نورمال، يعني ما قاعده ثابته انها هي بتكون مايكروسيتيك هايب كرونيك، ولكن يعني في اغلب الاحيان انها هي فعلا بتكون مايكروسيتيك هايب كرونيك، او معظم الكيسز بتكون مايكروسيتيك هايب كرونيك، ولكن اذا لقيت انها هي نورموسيتيك نورمو كرونيك عادي، يعني الواحد ما يستغرب. طيب بالنسبه للدياجنوزيس، الفرق بين الانيميا اوف كرونيك ديزيز والايون ديفيشنسي انيميا بيختلفوا ليا في الكمية بتاعة الأيون بروفايل. طيب السيرم أيون بالنسبة ليهم الاثنين، للأيون ديفيشنسي أنيميا وللأنيميا أوف كرونيك ديزيز، عملنا مقارنة فيهم الاثنين بيكون ليا لو، الاثنين عندهم لو سيرم أيون. طيب بالنسبة للفريتين، إذا رجعنا للمحاضرة الأولى قلنا إنه السيرم فريتين في الأيون ديفيشنسي أنيميا، لأنه أساسا هناك بتكون المشكلة في الأيون، معناته بتأثر لي على الستور بيكون شنو، بيكون لو. طيب السيرم فريتين في الأنيميا أوف كرونيك ديزيز يا إما يكون لي increased، يعني تكون نزلت تحته عالي، أو يكون لي نورمال. خلاص ده الفرق بينه وبين شنو، بين الأيون ديفيشنسي أنيميا. طيب بالإضافة للسيرم ترانسفيرين أو السيرم ترانسفيرين ريسبتورز في الأيون ديفيشنسي أنيميا بيكون increased صح، بيكون زايد، هنا بيكون ليا يا اما decreased او بيكون ليا normal. خلاص ده الفرق بين شنو، بين الكرونيك انيميا اوف كرونيك ديزيز والايون
deficiency انيميا. طيب دي كده خلاص خلصت الانيميا اوف كرونيك ديزيز، ما فيها حاجه. كل الشيء المهم انه بس نعرف انه انا كيف افرقها او كيف افرق بينها وبين الايون ديفيشنسي انيميا، زي ما قلنا عن طريق الايون بروفايل فقط. خلاص طيب كده حتكون خلصنا الانيميا اوف مايكروسيتيك هايبوكروميك، والانيميا اللي هي الكليه الام سي في والام سي اتش فيها لو. طيب النوع الثاني من انواع الانيميا اللي هي الماكروسيتيك انيميا، خلاص اللي هي الكليه فيها حجم الار بي سيز بيكون انكريس او بيكون زايد، وبيكون في بيكون في هايبر كروميك. خلاص يعني نلقى انه الار بي سيز كبيره ومن جوا بتكون شنو، بتكون ملانه، يعني لما نشوفها تحت الميكروسكوب يعني الصبغه اللي جواها دي بتكون ليه شنو، بتكون حاصل لها كونديسيشن متكثفه كده داخل الار بي سيز. الميكروبلاستيك انيميا اصلا السبب اللي ادى لانه الار بي سيز يعني يكون يحصل زياده في الحجم بتاعه، انه بيكون في ديفكت او بيكون في امبيرد في الدي ان اي سينسيس، لانه الدي ان اي سينسيس اللي هو بيدخل ليا في الـ في الـ في الـ في الـ في التصنيع بتاع النيوكليوس بالنسبه للار بي سيز بيؤدي لشنو، لابيرنس اوف ميجالوبلاست. يعني المشكله كلها في شنو، في الدي ان اي سينسيس. طيب ليه حصلت مشكله في الدي ان اي سينسيس؟ نسبه لانه بكون عندي ديفكت او بيكون عندي نقص في حاجتين، يا اما فيتامين بي 12 خلاص، فيتامين بي 12 او الفوليت، فوليت واللي هو شنو الفوليك اسيد. ليه؟ لانه ديل بيدخلوا لي في الميتابوليزم بتاع شنو بتاع الدي ان ايه، اذا حصل لي فيهم اي ديفكت معناته اكيد حيؤدوا لانه يحصل ديفكت في شنو، في الدي ان ايه، اللي هو بالتالي حيأثر لي على السايز بتاع الار بي سيز اللي هو appearance ميغالوبلاست. طيب ميغالوبلاست are large cells زي ما قلنا which contain relatively large abnormal nuclei with the finally dispersed chromatin. والميغالوبلاستيك anemia usually due to deficiency of vitamin B12 and the folate، أو حتى ممكن إذا هي كانت severe الميغالوبلاستيك anemia يكون في defect فيهم الاثنين. طيب both act as a coenzyme، لأنه قلنا ال بي 12 هو الفوليت، هما بيشتغلوا ليا as a coenzyme، الفانكشن بتاعتهم انزيمات مساعدة في ال pathway of DNA synthesis. طيب ال hematological findings بالنسبة لل بي 12 deficiency أو بالنسبة للفوليت، إنه الاتنين بيكون فيهم macrocytic cells، خلاص حجم ال RBCs بيكون كبير، بالإضافة لأنه بيكون في ليكوبينيا اللي هو بيكون في نقص في ال white blood cells، خلاص بالإضافة لثرومبوسايتوبينيا اللي هو نقص في البليتليتس الصفائح الدموية. طبعا دي في الحالات اللي بتكون ليها سيفير، يعني إذا كانت الميجالوبلاستيك أنيميا يعني ما واصلة المرحلة السيفيريتي بتاعتها تكون كبيرة شديد، عادي ممكن نلقى الليكوسايت، ممكن نلقى البليتليت نورمال خلاص. ولكن في حالة انه كان السيفير بنلقى فيه نقص في الليكوسايت وفي الثرومبوسايت اللي هي البليتليتس. طيب بالإضافة لأنه النيتروفيل بتكون باين لي هايبر سيجمنتيشن، يعني النيوكلياي جوا النيتروفيل بتكون العدد بتاعه بيكون كتير شديد. خلاص طيب واللي هو آخر فايندينج عندنا ده اللي هو بي 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 يعني دل يعني التشخيص القاطع، إنه بنلقى فيه لو سيروم فيتامين بي 12 أو لو فوليت كونتنت. يعني إذا عملنا اختبار بتاع الفيتامين بي 12 في السيروم بنلقاه ناقص، دي معناتها شنو؟ هي ميجالوبلاستيك أنيميا ديو تو فيتامين بي 12، أو إذا لقينا الكمية بتاعت الفوليت نقول إن هي ميجالوبلاستيك أنيميا ديو تو فوليت ديفيشنسي. تمام طيب هنشوف الميتابوليزم او الابزوربشن بتاع البي 12، يعني يعني كيف يعني السبب ممكن يؤدي له لانه يكون في ديفيشنسي نقص في البي 12 شنو. طيب اساسا الفيتامينات بتاعت البي 12 بنلقاها في الفودز، الفودز اوف انيمال اوريجين زي السي فود وزي الميت. خلاص طيب يعني اول ما الواحد يتناول طعام فيه هو بي 12
أساسا البي دي وولف هي يعني ما بيحصل لها الأبزورشن، ما بيحصل إلا عن طريق إنه هي محتاجة لكارير أو محتاجة لحاجة تنقل عليها، اللي هو الانترنسيك فاكتور. خلاص، طيب الانترنسيك فاكتور ده بيفرز من الكاستريك سيلز، ده هو مسؤول من إنه يرتبط لي أو يحصل له بايند مع فيتامين بي 12. ليه يحصل له بايندينج؟ لانه ما ممكن البي 12 هو يعني يمشي ليا كده لحاله او يتجول لحاله، لانه بيحصل له ديجراديشن عن طريق الاستومك اسيد. خلاص، معناته الوظيفه بتاعت الانترنسيك فاكتور انها هي تعمل له بروتكتنج او تعمل له بروتكشن من الديجراديشن باي استومك اسيد. خلاص، دي الوظيفه بتاعت شنو؟ بتاعت الانترنسيك فاكتور. الابزورشن الامتصاص بيحدث ليا وين؟ في التيرمينال إليوم. تمام، طيب الترانسبورتيشن بتحصل عن طريق البلازما او بمساعده البلازما بايندينج بروتين ترانسكوبلامين 2. معناته هنا في حاجتين بيأثروا ليا على الكميه بتاعه البي 12 اللي هم الانترنسيك فاكتور والبلازما بايندينج بروتين ترانسكوبولامين 2. ليه الانترنسيك فاكتور؟ لانه هو اللي بيعمل له بايند، هو اللي بيرتبط معاه عشان ما يحميه من الديجراديشن باي ستومك سيل. والترانسبورتيشن هتكون عن طريق الترانسكوبولامين 2، بمعنى انه اذا حصل لي اي ديفكت في المكونين ديل، اذا كان الانترنسيك فاكتور او البروتين ترانسكوبالامين، فبالتالي حتأدي على شنو؟ او حتأثر لي على الكمية بتاعة فيتامين بي 12. صح، طيب هنا بنلقى اللي هو الشكل بوضح لي دي النورمال ار بي سيس. خلاص، ده السايز بتاع الكلية يعني طبيعي، ومن جوه كمان الكمية بتاعة الكروميك بتكون كيف. هنا دي اكزامبل لماكروسيتيك هايبر كروميك انيميا، زي ما شايفين السايز بتاعها كبير جدا، ومن جوه ملانة. طبعا مفترض الار بي سي زي ما هنا في الصورة دي تكون فيها الحاجة دي، لما نعمل بالمايكروسكوب فاين فوكس اللي هو بتصير لي زي الشاينينج دي. تمام، طيب هنا بنلاقيها انها كلها ممتلئة وحجمها كبير، دي ماكروسيتيك، بنسميها ماكروسيتيك هايبر كروميك انيميا. طيب بالنسبة للفوليت ديفيشنسي أو الفوليك أسيد ديفيشنسي، طبعا أساسا هو مش طالع يعني الفوليت ديريفد فروم فوليك أسيد، بنلقاه موجود وين؟ في الفودز، مينلي في الجرين فيجيتابلز والليفر. الأبزورشن بيحصل لنا وين؟ في الديدينم وفي الجيجينم. تمام، طيب بيخزن وين؟ في الليفر. الكلينيكال فيتشرز هي بنفس الكلينيكال فيتشر بتاعت البي 12 ديفيشنسي، لانه اساسا يعني هم يعني الحاجات اللي بسبب، اذا كانت السيمتومز او الساين هي متشابهه، ولكن بس الفرق قلنا في انه في الفوليت بيكون في نقص فيه. يعني اذا انا بعدين عاوز افرق، اذا انا لقيت الانيميا هي ميجالوبلاستيك انيميا، ولكن عاوز اعرف هل السبب هو الفوليك اسيد ديفيشنسي ولا البي 12، هعمل الاختبار بتاع السيرم بي 12 او الفوليك اسيد. تمام، عشان نعرف الخلل وين. اذا كان في البي 12 ندي المريض اللي هو نعوضه بالبي 12، اذا كان في الفوليت نعوضه بشنو؟ بالفوليت، عشان نعالج الانيميا. طيب اللي هو زي ما قلنا السيرم فوليت بيستخدم الدفرنشيات بتوين التو، يعني بتوين التو اللي هو منو بينه وبين بين الانيميا اوف فيتامين بي 12. طبعا هنا الدياجنوزيس بالنسبة لهم الاثنين انه الام سي في بنلقاها انكريس، بنلقاها عالية. خلاص، وبالاضافة يعني طبعا الام سي اتش برضه بنلقى الكونسنتريشن بتاعها عالي، عشان ما افرق بيناتهم زي ما قلنا بنعمل سيرم، بنعمل سكرينينج سيرم بي 12. البي 12 بنلقاه لو، وبالنسبة للفوليك أسيد أو الفوليت بنلقاه له، يعني دي أنيميا أوف فوليت ديفيشنسي أو أنيميا أوف بي 12 ديفيشنسي. تمام، طيب ده كل ما يتعلق لنا وبكل اختصار بالنسبة للماكرو سيتيك أنيميا. وكده هنكون خلصنا يعني اللي هي المايكرو سيتيك والماكرو سيتيك. هيكون فقط افضل لنا الانيميا اوف الهيمولاتيك انيميا. طبعا الهيمولاتيك انيميا شويه يعني فيها حاجات، يعني الاول الاجزاء بتاعتها شويه كتيره، فان شاء الله كمان هنخصص لها يوم نشرح فيها برضو بكل اختصار.
عشان ما توضح للكل.